يعني شغل غبت في بعض وحضرت في البعض. احنا لما كان قيدوم حضر وحرص على نتحدث كل هذه المرة بالضبط على الحرص المتزايد. لا لا لأن لأن الحديث اليوم متزايد في الموضوع مش متزايد في حقه. اليوم أنت وأنا والبعض وكل في قاع نختلفوا في المواضيع هذو حتى المشاهد تاعنا ينجم يختلف. أن الإنسان واحد يشوف بأن اليوم انتهت العهدة هذا وقت الهضرة. لو كان نولوا سنتين اللور ما نجوش علاش نهضروا؟ نهضروا باش نقطعوا في الناس ولا باش نديروا في الناس؟ ماشي حق علينا، بصح درك العهده انتهت في الحقيقه. احنا واش نقولوا؟ احنا اليوم مازال التصويت على البيوم ورالي فين مسير تنتهي. درك احنا ماناش نهضروا لا على لا على راوراوا ولا على البيرو فيدر، احنا نهضروا على الفيدراليه. اليوم انا من المنبر هذا نقول باللي لازم، باسكو الغريب ان لي مومبر دو سيت اسامبلي جينيرال ولا واحد تنفس. رانا جايين رام راضيين يعني رام راضيين. لا واش عليه احنا ما يكونوا الناس راضيين، الناس يكونوا ما يعرفوش مساكن بعض الاحيان واللي ما يكونش عندهم الكوراج الكامل. تتحدث على اعضاء الكامله يعني سيد مراد النحلو، تتحدث على اعضاء المكتب الفيدرالي بطبيعه. خليني اعطيك الاسماء. لا طبعا شكل الاسماء انا ماشي المكتب الفيدرالي يهمني. يهمني الاعضاء لرؤساء الولايات الرابطات الجهويه هذو اللي عندهم وزن هما اللي بزاف، لانه اعضاء المكتب الفيدرالي باسماء متنوعه. خليني نقول لك زفزاف وصادي وقرباج وبن حمزه وحموم وعطوي وتصفاوت ومنصوري والطبيب يقدح وايضا عبد القادر الشعبان نائب الرئيس، كل هذو يعني ولا واحد كلهم راضيين. والو انا شفنا انسحاب تاعهم المره الاخيره في الصحافه يعني ثلاثه ولا اربعه منهم اللي انسحبوا واستقالوا وممكن يعني اشياء مثل هذا. هذا يدل بان المكتب في حد ذاته، حبيت نقول لك حاجه، كل الضجه هذه اللي صارت ما ناش من واحد هذا من المكتب الفيدرالي جاء لاي بلاطو وقال يا ودي. رايك علاش؟ انا راني سؤال انا نطرح عليك سؤال انت لو كان انا كنت صاحب الحصه نقول لك علاش ما استدعيتش هذا الغاشي كامل؟ ربما راهم راضيين يعني ربما راهم راضيين. تسالني انا قامت القيامه سيد مراد الحلو قامت القيامه كلها في كره القدم. طرح علي سؤال لماذا ما جبتهمش؟ نتصل بهم يوميا ولكن يصعب عليهم ان ياتوا لانه الا برضا رئيس الاتحاد يقول لك صعب. بس احنا ماناش نقول لهم ارواحوا ضد الرئيس الفيدرالية، ارواح اشرح الامور اللي راهي غامضه. يستحيل انت تعرف لماذا حسين جلال. لا احنا في نكونوا في المستقبل القريب يكون كاين ناطق رسمي في الفيدرالية وتكون شفافية وتكون مفتوحة لكاع. انا ما نشوفش لان الفريق الوطني في البيان يقول بانه ملك للشعب ملك للجزائر، والجزائري اليوم ما يعرفش كاع واش يحدث في ساعتي